المرسوم يو 16 ما يتعداش. إعلام نزيه، صحافة حرة، لا للمال السياسي، تلك هي أبرز الشعارات التي رفعها صحفيون اليوم في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، احتجاجاً على تمرير مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري. وتنص هذه المبادرة المتكونة من ثلاثة فصول على تعديلات للمرسوم 116 لسنة 2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها وحذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة لإحداث القنوات الإذاعية والتلفزية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية. ودافع أصحاب التعديل عن مقترحهم بالقول إن حذف الترخيص المسبق سيفتح أبواب التشغيل وسيفسح المجال لمزيد من التعددية في المشهد الإعلامي في تونس، غير أن المعارضين له سواء كانوا كتلاً برلمانية أو منظمات وطنية أكدوا أن التعديلات تتعارض مع روح الدستور وتسمح للأحزاب بالسيطرة على الإعلام. تنقيح المرسوم خلق احتقاناً خارج البرلمان، وهددت نقابة صحفيين والجامعة العامة للإعلام بشن كل أشكال الاحتجاج، من بينها تنفيذ إضراب عام للتصدي لهذه المبادرة. أما داخل البرلمان فقد عبرت مجموعة من الكتل عن رفضها القطعي لتعديل المرسوم 116 على غرار كتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس، بالإضافة إلى عدد من المستقلين. وأكدت الكتلة الديمقراطية أنها ستطعن في شرعية إقامة الجلسة العامة عن بعد وستطعن في تنقيح المرسوم 116. أما كتلة الدستور الحر فقد رفعت قضية في إبطال النظر في مشروع تنقيح المرسوم. يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه الحكومة أمس الاثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها سابقاً، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، الذي ما فاتئت هياكل نقابية إعلامية وقوى من المجتمع المدني تطالب بالتسريع بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لقطع الطريق أمام مبادرة ائتلاف الكرامة المثيرة للجدل. ضغط متواصل ومخاوف من انزلاق قطاع الصحافة وحرية التعبير نحو منعرجات خطيرة تتنافى مع ممارساتها في كنف الاختلاف والتعددية، فضلاً عن بسط نفوذ رجال السياسة أجندتهم على المنابر والمؤسسات الإعلامية. شكرا لك كوثر بالدلاله على هذا التقرير، وننتظرها اذا كان كوثر حاضر نجم ناخذوها في ربط مباشر مباشره من مجلس نواب الشعب لرصد معناه سير الجلسه وموقف او راي بعض الكتل. سعداء جدا بوجودهم بحذايا. رحب على يساري بالسيد زياد دبار الصحفي والزميل وايضا في نفس الوقت عضو الهيئه التنفيذيه للاتحاد الافريقي للصحفيين. اهلا وسهلا بك زياد، وشكرا على قبول الدعوه. شكرا لك. هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي، نائب رئيس وعضو الهيئه التنفيذيه للاتحاد الدولي للصحفيين. تبارك الله، يشرفنا هذا. وعضو سابق المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، كاتب عام سابق. كاتب عام سابق. راح برشا ايضا بسي كمال الشارني صحفي محلل سياسي. وسهلا بك كمال، وشكرا على قبول الدعوه. العفو ومرحبا، ديما اعلام العمومي في عينينا. عايشك. طيب شوف، انا فما كلمه مهمه سمعتها اليوم عجبتني. ما دام التنقيح المعروف في اطار القانون والمؤسسات، وما دام الراي المخالف او الاعتراض على هذا التنقيح ايضا في اطار القانون والمؤسسات، فهذا وجه من اوجه الديمقراطيه اللي قاعدين عايشين واحنا في مجال الاعلامي. جيد جيد. من دونك الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. انا يهمني نبدا معك انت زياد، وباش نكونوا صرحاء ومباشرين، هل الاعتراض الموجود حاليا على هذه التنقيحات بالاساس على الجهه المتقدمه بالتنقيح، ثم على ما في المشروع من التنقيحات، أم على ما في المشروع من التنقيحات بصرف النظر على الجهة التي تقدمت به؟ أكيد هو نفس الائتلاف الكرامة بالضبط، نفسه ما بين الفكرة والتصنيف على الأساس. وقالاش تعاملنا إيجابيين جدا مع كل مبادرة تشريعية، وعكس ما كان في السابق. تعرف أنت في عهد في نظام بن علي كان باساج اون فورس يصير بالديمقراطية أيضا بالبرلمان. اليوم ما فما نفس الصوت الواحد موش ديمقراطية، لا نفس الرؤية بالبرلمان. ثم باساج اون فورس بالرغم القانون هذا ما تمش استشارة فيه الهيئات أو الهيكل المهنية بالأساس، على الأقل ممثلي الصحفيين بالنسبة لنا كنقابة وطنية لصحفيين تونسيين. الإشكال يطرح نفسه في هذه التنقيحات في المسار في الأصل. نعرفش أنا قبل ما نبدأ ممكن شاكر نحب نعرج على نقطتين. أي تفضلي. النقطة الأولى هي توضيح، أنا شخص منخرط في نقابة الصحفيين بالأساس،
توضيح لنقابة الصحفيين أنه ما صارش تفاوض عكس ما قال سي أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان. تصريح إذاعي قال أنه صار اتفاق مع نقابة الصحفيين في تعديلات المرسوم أو في إدخال تنقيحات أو تعديلات على هذه التنقيحات. نقابة أصدرت توضيح ووضحت أنه ما فماش احنا رافضين القانون شكلا ومضمونا. النقطة الثانية هي الخطوة اللي اخطاها البارح سيد رئيس الحكومة. تعرف لما سيد رئيس الحكومة البارح تقريبا في العشية سحب قانون امبارح امس معناتها سحب امس العشية اي سحب مشروع قانون تقريبا بقينا نحضروا فيه 4 سنين، تفاوضنا فيه مع 3 حكومات وشاركوا فيه تقريبا كل الهيكل المهنية من ممثلي صحفيين، ممثلي عملاء، إداريين، تقنيين، إلى ممثلي حتى أرباب المؤسسات الإعلامية. كنقابات شاركوا فيه القانون، حتى لايكا شاركت فيه القانون. هذايا بالنسبه لنا ما يلبش طموحاتنا في بلاد صارت فيها ثوره وصارت فيها وبلاد فيها المبدا هو الحريه والحد من الاستثناءات، الا انه قبلنا لانه ما يصيرش على ما ضد قبلنا. اليوم اش صار؟ سحب هذا المشروع يعطي اولويه، تعرف النظام الداخلي للبرلمان اولويه مشاريع القوانين، اعطى الاولويه لتنقيح لمرسوم، يعني سيبنا قانون مشروع قانون فيه 100 تقريبا 100 فصل يمس كل إعلام خاص مصادر مش مصادر إعلام عمومي يمس كل، ومشينا في تنقيحات في فصل نتحاذقوا على القانون. 3 تنقيحات بالأساس هي لمبادرة ائتلاف الكرامة، ممكن شكلين مبادرة ائتلاف الكرامة لكن هي بالأساس مبادرة ثلاثية تقريبا ترويكا برلمانية قلب تونس النهضة وائتلاف الكرامة بالأساس. مسينا تقريبا في 3 فصول نسينا غيبوا برشا حاجات وركزوا في 3 فصول، ركزوا في تركيبة الهيئة. اش معنى تركيبة الهيئة؟ قبل تركيبة الهيئة تمشي للبرلمان وكل مثلا فليكا جديدة هذه القديمة يعني المحتة بموجب المرسوم انه 3 يسميهم الممثلين الأكثر للمهنة مثلا للصحفيين، فما تقريبا تشاركية باش ما يسيطرش لون واحد على الهيئة جديدة. معناتها هي كان جات الدنيا رانا نقشوا اليوم في مشروع قانون باش يعطينا ليكا جديده اللي هي صلاحيات كامل. المقترحات تاع الائتلاف، المقترحات تاع الائتلاف اللي هو تبدل في تركيبه ليكا، اللي هو تحط قاضي مثلا وترضي صحفيين تحط لهم ممثل وتحط حاجه اتاجيز، يعني اليوم ب 109 برلماني نحكموا في مستقبل تجربه ديمقراطيه كامل. تو نجيك علاش نحكموا في مستقبل تجربه ديمقراطيه كامل، ونجيو نحيوا سيستم اجازات البث ماهيش رخصه يراه اسمها القانوني والمنطقي هي إجازة بث. تعرف اليوم في الدول العالم الكل مشت في خيار نحي وزارة الإعلام، هذا خيار مشينا فيه في 2011 نحينا وزارة الإعلام، مشينا التعديل على مستوى السمع البصري ومشينا التعديل الذاتي على مستوى الصحافة المكتوبة والإلكترونية. الخيار الدول الكل أخذت، فهم حتى تجربة راهو دولية فهم الإكسبرينس دي راديو تلفزيون ليبر، ما فماش حتى تجربة دولية باش ما يغلطوكمش السادة المشاهدين، ثم حتى تجربة دولية جيب فلوسك وحل القناة في فرنسا في بلجيكا في بريطانيا حتى لموديل انجلو ساكسون في ليبيا نورديك حتى في 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 في, في, في امريكا مثلا. فماش اليوم باش تعمل معناتها مشروع اعلامي تلفزه او راديون لازمك بارشا وثائق وبارشا اوراق وفلوسك منين جاي. اليوم انا حاول سيستم التراخيص، تعرف سيستم الرخصه راه ما تعطاش في اللايكا، تعطى على 7 و10 سنوات اذا قمت يعني بخروقات جسيمه فانه تسحب منك الرخصه لتنظيم ولتعديل المشهد السمعي البصري. نحينا الرخصة أو إجازة البث وعوضناها بإعلام، نحب نرجعوا الهيئة التعديلية كمجرد مكتب ضبط مركزي فقط، يعني هذه هي الفلسفة. النقطة الثالثة المغالطة اللي صاروا اللي يقول لك راهو اليوم يعني كما نقولوا التنقيحات هذه يعني تحينا وتحذقنا عليها أعضاء لايكا باش يتم انتخابهم مش 145 عكس ما يقولوا الدستور، باش نجيبوهم نصوتوا لهم ب 109، يعني نجو أعضاء برلمان في أول إكزرسيس باش يعني يطبقوا الدستور ويحترموا الدستور في أول، يعني مش لولا ديجا محكمة دستورية قعدنا تقريبا 6 سنين نستنوا فيها لأنه رجل غنوشي ونبي القرو وسيد مخلوف وجماعة ما اتفقوش مع النواب الأخرين أو الكتار الأخرى، وبالتالي فإنه تبقى البلاد محرومة من محكمة دستورية. جينا توا حبينا نحكم محكمة دستورية باش نحو المبادرة من رئيس الجمهورية في إطار سجال سياسي سياسوي. يعني اليوم وقت اللي نحكو كونه تحرير قطاع الإعلام حاجة السادة المشاهدين راهو كان ثم طرف أو جهة غاضبة على أداء قطاع الإعلام، اليوم راهم صحفيين في حد ذاته مش هذا الإعلام نحبه فيه، يعني سواء في الإعلام العمومي تحرير المبادرة في القطاع لا تنجوها بشوي شكل، لأنه المغالطة اللي صارت كونه تحرير الإعلام هكا في المهموت
اليوم راهو برشا اعلام خاص تحت اللوبيات، نحكوها بصراحه، تحت رئيس حزب قلب تونس عنده قناه خاصه خدمت له في الانتخابات وطلعته في قاعه التحرير. تصير يعني تصير برشا مشاكل، تصير برشا تجاوزات. اليوم ما نعرفوش شكون يملك المؤسسات العالميه. اليوم رئيس الحكومه وقت اللي جاه ملف في اطار استمراريه الدوله اللي حكينا عليه، جاك ملف كونه هناك تمويل مشبوه لبعض المؤسسات العالميه. ما حد ما صارش فتح تحقيق. اليوم القانون هذايا، علاش هو القانون هذايا في الاخير ماهوش باش كيما نقولوا يفتح الاستثمارات للتلافز من برا والمستثمرين باش يجوك من برا باش ينفستوا في تونس، لا، مش على خاطر عملت ثلاث تنقيحات باش يجوك. هذه راهي مربوطه بكود دي شانج، مربوطه بحاجات اخرى، مربوطه بكود دي انفستيسمون، خاطر هذوما دي زونتربريز اوف شور اللي باش يجينا. تعرف شنو باش يصير لنا؟ ولا يصير لنا كل رئيس حزب باش يعمل قناه. اليوم باش يصير لك اليوم ينجموا اليوم في تونس يحل التلفزه يكون عندك تسع قنوات اليوم، باش يقول لك 150 ما تنجمش تكنيكمون، ما نجموش معناتها في الراديو ما نجموش. اليوم باش تجي انت عندك الفلوس وعمل بزنس بلان تعلم لايكا باش تعمل قناه وتتحكم في الذبذبات العموميه كما تحب دون لا حسيب ولا رقيب. وشنو هو الفرق؟ يقول لك طبق كراس الشروط. هي كراس الشروط مش مطبقه من شريككم في الحكم اليوم اللي هو نبيل قروي، مش مطبقه من تلفزه اسمها حنا باعل، مش مطبقه من تلفزه اسمها قناه الزيتون، مش مطبقه هذوم. علاش احنا رفضنا القانون هذا؟ مش لانه جهه المبادره طيب. طرف سياسي بعد عندك هي نقطه باش نتفاعلوا معك. اي ما هو نقطه في في الاساس. هذا القانون لا يصلح ولا يصلح، لا يصلح ولا يصلح ولا يصلح لسبب بسيط، اسباب تتعدد اما باش نلخصها للمشاهد الكريم في سبب بسيط. وقت نحكيو تحرير الاعلام عن ذهنيه المواطن يمشي تحرير الاعلام اللوبيات وتحرير الاعلام لحريه التعبير، لا مش صحيح. هذا راهم يحبوا اليوم يقضيوا على حاجه اسمها مرفق عمومي، لا بروفوني ظروف ديما تلقاها صعيبه في اي مرفق عمومي، وكل الحكومات تتلكا باش تعطي الميزانيه الخاصه للمرفق العمومي، وباش يجيبوا لنا اعلام خاص يتحكموا في الكرونيكور كما يحبوا. احنا وصلنا لمرحله اليوم كونوا احزاب سياسيه تتحكم شكون يحضر في بلاتو. احنا اليوم مثلا شركه اريد وقت عملت استشهار استثمار معناتها كومباني كبيره دي بوبليسيتي في بعض القنوات الاعلاميه، من قبل كانت قطر تتثبت وما عادش تتثبت. اليوم راهوش باش تولي في تونس. ينجموا عندك نتريه يعملوا تلفزه، ينجموا يعملوا لكم تلفزه نتاع دواعش، ينجموا يعملوا لكم تلفزه نتاع اي حاجه نتاع طبيب اموال وعدي. تلفزه ما فيهاش مضمون اليوم. اليوم هذا الخطر الكبير اليوم في مش تحرير الاعلام، في بث فوضى. طيب. وهذا باش يخلي اكثر الخطر اكثر. اذا السيد المشاهد عنده تحفظ على اداء وسائل الاعلام، احنا عندنا مليون تحفظ. طيب جايين هالنقطة دي. إذا 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 يحبوا يقولوا لكم راهو يقولوا لكم تحرير الإعلام، راهو طيب مش تحرير الإعلام، هذا باش يحطوا الإعلام تحت قبضة اللي عنده الفلوس. شكون عنده طيب الفلوس اليوم باش يستثمر في الإعلام؟ مازلنا جايينها ونستأذنك يا كمال باش ناخذوا في ربط مباشر كوثر بن دلالة من مقر مجلس نواب الشعب، معك رئيس كتلة قلب تونس السيد أسامة الخليفي. زياد دبار توا كان يقول أنه راهو النقابة أصدرت بيان رسمي نفت فيه قطعا أنه تم الاتفاق معها حسب ما قال أسامة الخليفي في تنقيحات التنقيح للمرسوم 116. هو صرح أنه اتفقوا مع النقابة، النقابة أصدرت بيان قالت لا. شنو صحة هذا؟ ماذا بيك كانت تسأل زادة كوثر عن النقطة هذه؟ طبعا بالتاكيد، تحيه طيبه شاكر، اهلا وسهلا مباشره من المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب. ما زالت الى حد الان اشغال الجلسه العامه جاريه هنا في المقر، مقر المبنى الفرعي، ولكن نحب نشير الى انه جدل التنقيح المرسوم 116 تواصل والقى بظلالها داخل قبه البرلمان بين مؤيدين ورافضين، تختلف وجهات النظر. من بين المؤيدين كتله قلب تونس أسامة الخليفي، ربما لهنا تعطينا مبرراتكم والحجج نتاعكم لتنقيح المرسوم 116. مرحبا بك، مرحبا بشاكر. اولا الساعه علاش احنا مساندين هذا التنقيح؟ لانه الهيئه اليوم في اشكال قانوني واشكال زاد يهم مال الشعب، مال الناس، مال المواطنين. عندنا احنا ناس موجودين في الهيئه هذه يخلصوا في 3 ملايين ونص وعندهم امتيازات وزير وعندهم كهرباء وهم ما عندهمش الحق، عندهم معناتها باش يفهموا المواطنين، عندهم عام ونص اليوم عهدتهم وفات بالمرسوم 116، الفصل 7 والتعديل فصل 7 جاء باش يصلح الوضعيه هذه. وهذاك علاش احنا مساندين هذا الموضوع، لانه احنا عندنا امانه، الفلوس الشعب هي أمانة عند البرلمان، وهذا التنقيح من شأنه كونه يصلح الوضعية هذه اللي حتى حد ما نجم يصلحها لتو لأنه ثم ثغرة قانونية. اثنين،
بالنسبة لتركيبة الهيئة وكان تم خلاف في التنقيح على تركيبة الهيئة، وإحنا سمعنا نقابة الصحفيين وطرحنا هذا التعديل وباش تكون ممثلة فيها النقابات. ولكن نقابة الصحفيين اليوم أصدرت بيان في تصريحكم الصباح ونفت فيه ما جاء وورد على لسانك. هم ما فهموش، هو أنا قلت وقت اللي قابلناهم قالوا هذا اللي ماهوش عاجبنا، إحنا سمعناهم ومشينا، معناتها طلبنا تنقيح في طلباتهم وما قلناش راهو هما طلبوا منا ولا، لكن هما قالوا راهو ما يجيش مثلا كونه قاضي يترأس هيئة الاتصال السمع البصري. قلنا لهم ما احنا اقترحنا تعديل باش ينتخبوا أعضاء الهيئة رئيس الهيئة، هذا من لي دوليونس اون فادير نتاعهم. بالنسبة لموضوع التراخيص زاد كيف ثم تعديل يقول كل منو ما تستعمل في السيرفيس بيبليك، في الليزون بيبليك، في الذبذبات الوطنية، هذا كلهم يخضعوا للكايت شارج ويخضعوا لنظام الإجازة. ثم زاد تنقيح باش يهم مؤالمة الفصول مع الدستور، فصل 127 يحكي على التعديل وما يحكيش على التنظيم، في حين 116 يحكي على التنظيم، هذا باش نبدلوه. اليوم سيد أسامة بعد الضغط اللي صار خارج المجلس ومن داخل من قبل مجموعة من الكتل، هل ستراجعون موقفكم؟ الضغط هو عادي ومحمود، واحنا في بلد ديمقراطي والناس كل تعبر على الرأي والرأي المخالف. احنا عندنا ضغط من الناس اللي جاوا اليوم، وعندنا ضغط من أطراف أخرى زادة ومن صحفيين اللي يقول لك احنا 116 هذا هو ضمان لمالطة تنقيح، هو ضمان لحرية التعبير، ضمان لحرية الإبداع، وزادة فيه حريات للصحفيين وفيه وكأنك حريات. اليوم تشير إلى أنه صحفيين ما همش صف واحد. لا، هذا يلزم نقولوه، ثم الهيئات اللي هما عندهم رايهم، وثم صحفيين وعاملين في القطاع، خطر القطاع ما فيش كان الصحفيين، فيه الناس اللي هما بطالة اليوم اللي ما عندهمش شو يخدموا، دي تكنيسيان دي معناتها دي مونتور، ثم ناس معناتها حكيو ويخدموا في القطاع الإعلامي وما عندهمش خدمة، واليوم هما زادة ضاغطين لتحرير الإعلام ولتحرير المبادرة في الإعلام. واضح، شكرا جزيلا لك سيد أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس من المؤيدين لتنقيح المرسوم 116. أيضا من جهة أخرى وفي الشق المقابل هناك من يرفض تنقيح هذا المرسوم. كوثر، لا خلينا من بينها كوثر نستناك بعد شوية إن شاء الله تاخو رئيس كتلة تحية تونس، بعد شوية نستناك شوية نرجع لك بعد شوية كوثر، تقريبا 7 دقائق أخرين نرجع لك كوثر. كمال الشرني، مهمنا التفاعل بطبيعة مع اللي قالوا أسامة الخليفي ومع اللي قالوا زياد الدبار اليوم. الحقيقة الإعلام مازال هو مازال كما قال لم يلملم نفسه في مسألة التعديل الذاتي، في مسألة إرساء مؤسسات قطاع الإعلام، مجلس الصحافة وغيره، يخي نجيو باش نقحوا المرسوم 116 كما قال، مقابل فما مشروع قانون كامل لاتصال السمع البصري خدمة عليه الهيكل الإعلامي مدى 4 سنوات. صحيح من الإعلام مما هذه التنقيحات؟ أنا تبعتهم زوز مشاريع عن تنقيح للزوز، المشروع الحكومي والمشروع الآخر، وتوضيح بسيط لصديقي زياد، رأوا نقابة الصحفيين مشي عليها وفد لجنة الحريات الحقوق والحريات وسمعوا عليهم وقالوا ما عجبناش. لا أنا كنت فيه. أي يعني أنا يعني كنت فيه. لا تم كمال. الاستماع. أنت تقول في حاجة يوم ديفونسي دي بورتو أوفيرت. أنا كنت فيه، هذا ما فيش كلام. خليه يكمل بالزياد. خليه يكمل. أنا نفسي مانيش موافق عليه التنقيح في برشا حاجات، لكن أنا الأثار اهتمامي أنه نقول كلام مش صحيح. نعطيكم مثال، مش نقرأ لكم بكل بساطة الفصل 31 من الدستور. مش يقول حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. سطر لي على كلمة مسبقة، رقابة مسبقة. وبالنسبة لصديقي زياد، رو حتى في أوروبا ما ثماش ترخيص، راه ثم كراس شروط ترخيص. انا اليوم راجعت الموقع نتاع السي اس ا نتاع فرنسا، 99% من الشروط موجوده في كراس الشروط تخص حقوق التاليف، باش واحد ما يبقاش يسرق الاعمال الابداعيه نتاع الناس الاخرى، تخص حقوق الاطفال، تخص حقوق الحريات، وتخص حمايه المعلومات الشخصيه نتاع الناس، ما تخصش الترخيص من عدمه. والدليل انه في اوروبا القنوات التلفزيونيه متاحه للجميع من اقصى اليمين حتى القنوات الدينيه المسيحية المتطرفة موجودة في أوروبا، مسموح لها بالنشاط في إطار القانون إلى الحدود الأخرى، سامحوني في الكلمة اسمح لي الجمهور، قنوات إباحية. يعني هذا كله موجود في إطار القانون، ما فيش ترخيص، فيه مجموعة نتاع شروط توفرها انتهى الأمر. هذه النقطة الأولى اللي لازمها تتوضح، نعاود هالكلمة، لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. النقطة الثانية اللي هي خطأ يضحكني،
هل من صلاحيات الهيكا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنها تقوم بتدقيق المالية للشركات؟ ما عندهاش حق. مش هي وزارة المالية. زياد خلي زياد. وزارة المالية هي الوحيدة وهي اللي عندها خبراء أو جاك الوقت مسيرة. زياد أنت هذي 14 دقيقة. وزارة المالية هي الهيئة الطرف الوحيد اللي عنده إمكانية أنه يعمل تدقيق مالي على الناس ويجي يقول هذا خطأ هذا تهريب هذا تبويض أموال وهذا لا. ما هيش الهيكا الهيكا لا عندها الوسائل ولا عندها إمكانيات وطلبت ذلك من البنك المركزي وما أعطاهاش. أعطاه. لا مش ونرجعوا لنظام الاعلام باش نطيحوا في الفراغ القانوني نظام حد شيء يا ولادي البلاد فيها واحد من اصعب القوانين في العالم في مكافحه الارهاب في خصوص الاتصال والاعلام اللي هو قانون مكافحه الارهاب واللي انا كصحفي كنت نقراه نخاف على روحي وهو صارم جدا عندنا مجله جزائيه عندنا عشرات الفصول موزعه في القانون التونسي ما ثماش حاله فراغ ابدا ما ثماش فوضى باش تقع غدوه واحد يقول لي غدوه باش سايبوا باش سايبوا الرخص باش تولي غدوه الارهابيين يعملوا قنوات باش يعملوها من حبس مرنقيه باش يعملوا بث من غادي هم لا. كلهم في حبس مرنقيه الارهابيين بالكوستيمات خاطر واللي خرج منهم راس وقفوا الحاك وانا اثمن وتقوم به وزاره الداخليه في هذا المجال وساعات يمشوا اكثر من اللازم حتى ولد صغير مراهق يكتب كلام فيه عنف او فيه دعوه الى العنف لا زياد يقصد ربما مثلا الادل الجزائر بشكل غير مباشر ارهابي ولا متطرف الفكري يحل قناه ويادلج الناس مثلا القناه هذه الشكل موجوده القنوات هذه القنوات هذه وموجوده عمليا وموجوده عمليا موجوده في اوروبا تبث من لندن تحت قانون بريطانيا كنا نتحدثوا عليه ونتمنى ان نكونوا كيف لانه ما يخلطش بالامور يعمل كراس شروط ومن بعد يحاسبك طيب. ما يجيش يحاسبك مسبقا نقطه اخيره كان سمحت لي رانا اليوم في 2020 اخر 2020 رانا دخلنا في مرحله انه عندنا مؤسسه اعلاميه تونسيه مسجله في ماريلاند في امريكا يعني شركه قانونها خاضع القانون الامريكي كانت تقول لها اسكت تشكيك الامريكي هذه الاولى الانتاج برك هنا استديوهات هنا برك فقط الانتاج لما كان البث يتم عن طريق الاردن عن طريق الاقمار الصناعيه يعني اليوم وقت الواحد التونسي تصحته من تونس ولا تقول ما عندكش ترخيص راه باش ينقز القبرص واش ينقز لبنان او الاردن ويبث من غادي ما حتى مشكله يعني اليوم يا اما ندخلوا هذه الصوره نتاع ان نشجعوا على احترام كرات الشروط ونشغلوا الدوله لانه التقصير هنا مش من هيكا راهو في خصوص الفوضى الاعلاميه ليه راهو الفوضى الموجوده حاليا لانه الدوله مش قادره تقوم بدورها في مستوى مراقبه الاموال في القانون التونسي لما الشرطه يشد واحد هز تلفزه ما عندوش فاتوره نتاعها يعدوا له قضيه اسمها مسك اشياء مجهوله المصدر بينما وقت واحد يعمل تلفزه ويدخل 10 مليون دينار حتى حد ما يقول له منين جبتهم من اين لك هذا اللي هو قانون تونسي اسمه من اين لك هذا يعني المهم هنا مش دور الهيكا انها الدوله وزاره الماليه والقطب القضائي يقوموا بدورهم في مراقبه حركه الاموال. طيب فيما يتعلق بمساله امكان فتح الباب للمال الفاسد وفتح الباب لمصادر اموال مشبوهه لا نعلمها، فتح الباب كيف كيف للفوضى الاعلاميه بشكل عام، شنو ردك عليه من خلال هذه التنقيحات؟ انا ما يخوفنيش المال المال الفاسد، انا شنو يخوفني في تونس؟ وللاسف لم نتحدث عنه رغم انه زياد حكينا فيه ألف مره قبل، سواء كان في اطار النقابه او في علاقاتنا الشخصيه احنا رانا توك نناقشوا انا اصدقاء، اللي هو عدم الفصل بين الاداره والتحرير. اليوم اللي يعمل قناه تلفزيه في تونس يعلن نفسه انه هو رئيس تحرير، يولي هو صانع المحتوى، يولي هو اللي يعين شكون يعمل الاخبار، يولي هو يعيط الفريق التحرير نتاعو اللي يختاروا احيانا من غير الصحفيين. يختارهم يقول لهم باش نهاجموا فلان السياسي او رجل الاعمال لانه ما اتفقش معنا. هالخلط بين الاداره والتحرير هو كارثه الاعلام في تونس. عدم احترام الحدود الدنيا نتاع قانون الشغل والاتفاقيه المشتركه، انا استغرب بيودي انه الناس اللي يناقشوا في مشروع التنقيح قبل ما يناقشوا مشروع التنقيح يحلوا الاتفاقيه المشتركه للشغل، يحلوا قانون الشغل، يشوفوا انه الصحفيين يخلصوا بعد عمال الحظائر، شفت المقاولين يخلصوا في الوقت يصبوا على الصحفي على الخدمه نتاعهم الصيانه اساس والذراء في الاعلام ليه في الاعلام عندنا زملاء يبقوا بثلاثه اشهر يمشوا للتفاقديه ما تمشيش معاهم التفاقديه الدوله لا تقوم بدورها في تطبيق قانون الشغل هذه القضايا الحقيقيه الفصل بين الاداره والتحرير واحترام القوانين الجاريه بهالعمل اما تعطيه رخصه وقل له مسبقا انا عندي فيك خوف انك باش تولي ارهابي ولا غدوه باش تولي 1000 قناه ارهابيه طيب. ما عنده حتى طيب طيب ماشي ماشي زميلتي كفلالك لا لا زياد برونوت زياد برونوت نعطيك الوقت نمشيو لزميلتي كوثر بن دلاله ونرجعوا للربط المباشر مع مجلس النواب الشعب معك سيد مصطفى بن احمد رئيس كتله التحرير تونس تفضل كوثر
وهو كذلك تحية متجددة شاكر. خذينا رأي المؤيدين لتنقيح المرسوم 116، ومن بين الرافضين لتنقيح هذا المرسوم كتلة تحية تونس. سيد مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة يوضح لنا الأسباب. الأسباب هي أولا معناها قبل ما يسحب السيد رئيس الحكومة بصفة مفاجئة فهمتني، وضد مبدأ استمرارية الدولة، القانون المقترح من حكومة السابقة بدون أنه من حكومة يوسف الشاهد ورجعت حكومة سيد الفخفاخ، معناها في خطة مفاجئة. قبل هذايا كان ثم تضارب صريح مع الدستور اللي أعطي الأولوية للمبادرات الحكومية، في خلال ذلك يتم سحبه من طرف السيد رئيس الحكومة. ثم أنه ثم شبه التضارب مصالح، معناها ثم شبه حول أن بعض الأطراف هنا في علاقة بمؤسسات إعلامية فهمتني، وهل هذه المؤسسات الإعلامية عليها خطايا غير خالصة من طرف هيئة الرقابة الاتصال الهيكل الاتصال السمعي البصري فهمتني، معناها هذا القانون مش يسمح لها في سابقة من تسوية وضعيتها بصفة غير مباشرة. ثم ما يتضمنوا على أن هذا القانون يجب أن يتناقش مليح، إلا هو ينحي كل رقابة مجتمعية على المجتمعية على 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 هذا القطاع الحساس والخطير فهمتني، وتولي معناها غابة وفوضى إعلامية. وثم أنه هو تماهي مع أهل المهنة، أهل مكة أدرى بشعابها. أنا اليوم أغلب الهيئات إذا كان مش كلها النقابة الوطنية والجامعة التابعة للاتحاد وفعالية المجتمع المدني واختصاصيين بكلهم معناها يقروا بخطورة هذا القانون، وأيضا اقتناعا منا أن يجبنا نحميه الأعلام والأعلاميات من مخاطر التبييض ومن الانحراف به معناها للدعايات الخطيرة. سيد مصطفى كنت ترجموها عدديا اليوم، هل أنتم ضامنين العدد الكافي للتصدي لهذا القانون؟ أنت توقع قاعدة تشوف معنى الأمور مجبودة مشاركة بيقول بالفرنسية تيري باليشوف. ثم معنى إشكال في الجلسة اللي فارتة حول معنى المصوتين على إجراءات الاستثنائية، ولحد الآن احنا كنا دعينا إلى في بيان مشترك مع الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح فتح تحقيق حول ما شابه هذه الجلسة من خروقات ومن شكوك فهمتني، وهذا ما زلنا ننتظر فيه. ثم محاولة للمرور بقوة، ثم نشوفه في التصويت الثاني على أنه معنا التصويت جماعة بالحشد بالتحسيس بالتليفونات بالوسائل 102 فقط، ومن بعد شفنا إلى 6 ساعتين التصويت وثم ضغوطات باش وصلوا تقريبا من 110 ولا 111 معناها بصوت. المسألة معناها ميزان القوى متقارب جدا، ومش منطقي ومش معقول أنه يتم المرور بقوة في مسألة حساسة كيف هذا بصوت ولا حتى بعشرة أصوات، ماهوش معقول. احنا سبق اللي كنا نعتمد آلية لجنة التوافقات في نتلقاو صياغة مشتركة، اليوم معناها ثم إصرار غريب من كتلة الائتلاف من كتلة قلب تونس وبدعم على الأقل ثم تململ على حسب ما يبلغنا في كتلة النهضة، ما نعرفش على كل أنا نسوقه هذا باحتراس فني. اليوم ثم إصرار غريب على استغلال هالظروف الاستثنائية اللي ما تطرش الشفافية كاملة، وشفناها اليوم شفناها المرة الفاتت ثم إصرار غريب. احنا شكنا كنا في أقصى الحالات نأجلوا بعد مرحلة الإجراءات الاستثنائية، ثم فيما بعد ذلك أنه الأمر هذا ينقص، لأن احنا كما نعرفه معنا الخبراء اللي نصحوا به هو مش تغيير مش تنقيح المرسوم، جنه الأمر بإصدار قانون، وإحنا كان عندنا قانون مقترح وهذا عليه توافق واسع القانون المقترح. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحية تونس. في الأثناء تتواصل أشغال الجلسة العامة هنا في مقر المبنى الفرعي في مجلس نواب الشعب، ومن زاوية أخرى هناك اعتصام لنائبات كتلة الحزب الدستوري الحر بسبب ما اعتبرناه عنف مورس. نرجعلك بعد كوثر هنا في مجلس نواب الشعب وتحديدا في مكتب المجلس. نرجعلك بعد كوثر نرجعلك بعد باش تاخذ لنا معهم كلمة، وإلا معنا نقيب الصحفيين إذا كان موجود زاد يمنا رأي نقابة الصحفيين إذا كان موجودين غادي مهدي الإجلاس. زياد ميسر باش نعطيك جواب على اللي قالوا كمال، لكن زاد فما انا سؤال يرفق لما قالوا كمال. زاد سمحني مشروع قانون الاتصال السمعي البصري انت بيد قلت 4 سنين وانتم ما تتناقشوا فيه مع الدوله ومع الهياكل ومع اهل المهنه واهل القطاع، حتى لو يدرج
في من ضمن مشاريع القوانين اللي باش يتم النظر فيه مستنوب الشعب باش ياخذ وقت كبير واحنا نعرفه باش ياخذ وقت كبير زياد. معناها انت عندهم اكثر من 107 مشروع وفما اولويات في المشاريع وباش ياخذ وقت للنظر. الوضعيه مستعجله، وضعيتها هيك مستعجله، لازم نظر في الوضعيه نتاعها. الى حد الان فما مشاكل كبيره بالنسبه لكثير من من اهل القطاع يقول لك هيك غير قانونيه الوضعيه نتاعها. تفضل. هو نبدا وكانه ثم نوع من تحميل المسؤوليه للايكا في حاجات. زميل كمال، الايكا ماهيش دورها تعمل اوديت فينونسي نتاع المؤسسات الاعلاميه، ما عندهاش امكانيه اصلا. اما لكن هي في ظل تقاعس اجهزه الدوله وتوطئها مع المستثمرين سياسيا على الاقل، فانه هي طلبت من البنك المركزي، البنك المركزي رفض في اطار قامت شكوى مع هيئه النفاذ للمعلومه. مشكور البنك المركزي احترم ومد لايكا بجملة كبيرة من الوثائق باش تثبت على الأقل تمويلات المؤسسات الإعلامية، اللي هذا هو لب الموضوع، راهو هذا هو الأساس اليوم. كي دي تيان كوا اليوم في تونس، شكون يملك نسمة، شكون يملك حنا بعد، شكون يملك الزيتون، شكون يملك المؤسسات الخاص؟ وقتها نعرف شكون يملك، تو نفهموا الخرطة السياسية اليوم بهذا التنقيحات شي حبوا نوصلوا. حبوا نوصلوا كونه كل حزب سياسي قادر يحل قناة، وتعرفوا القنوات الإعلامية لعبت دور سيء أو رديء جدا في توجيه، يعني نسبة كبيرة في الخاص، في توجيه الرأي العام في حملات انتخابية. وأعنوها صراحة بعض القنوات الإعلامية دعم نبيل القروي، والبعض الآخر دعم يوسف الشاهد، والبعض الآخر دعم عبد الكريم الزبيدي في سباق الرئاسة، والدعم البعض الآخر دعم مرشح حركة النهضة الأستاذ عبد الفتاح مورو. الاشكال راهو كي بو لو بليس بو لو موا، وماهوش ديبا جيروديك كمان، راهو بيني وبينك ولا بيني وبين النواب. اليوم بالمنطق الحد الادنى من العقل والمنطق في نظام برلماني يقول كونه كتله برلمانيه ممثله في ائتلاف حاكم باش تعمل مشروع قانون، تعمل سكون ابيل سوفون ليتود دامباكت لا ليجيسلاسيون على الاقل. تو انت ما نقصش اني قلت لك قانون كمان راهو باش نجيك عاد، ماهو في رميجير عاد باش نجيها عاد، ماهو بشويه خاطر ماهو فما حاجه هذا الاختيار بالضبط. نتصرفوا في الوقت اللي عندنا، تفضل. اليوم وقت نقول له شنو الامباكت نتاع التنقيحات هذوما على الاقتصاد في تونس وعلى قطاع الاعلام؟ تقول لك باش نجيك 150 قناه، باش نقول له تخلصوا 6 ملايين، مش طموحي باش نخلص 6 ملايين مولا من قطر ولا من الامارات ولا من تركيا ولا من السعودي ولا من فرنسا ولا من اي دوله. ما نخلصش من حيث لا لحظه خم بفسر من حيث المبدا، من حيث المبدا ما ثمش مساله الرقابه البعديه والقبليه والدستور، هذا كله خارج اطار دستور الموضوع. الدستور شي يقول لك الدستور كي تكتب مقال ولا تعبر على رايك انت تويك ولا انا اعبر على رايي ولا هذاك ولا اي مواطن تونسي يعبر على رايه، ما نجوش نقمعوا حريه الاعلام والنشر. سي زياد راه اي حريه الاعلام والنشر ويوضح لك يقول لك لا يجوز ممارسه الرقابه مسبقه على هذه الحريه. وشكون باش يراقب عليها هذيك في المحتويات؟ انت معناتها لايكا باش تجي تشكر بالشيخ ولا تجي تلفزه اخرى عطيتها كيما نقولوا تلفزه جديده اخذت الاجازه تسمى رقابه مسبقه؟ لا الاجازه لا كيفاش بالتصريح ماشي رقابه مسبقه، نخدم على روحي واذا انا اغلطت لا مش أغلط لا انت لا لا نبدو نجزئوا في المجزئ هذيك ونلقوا في دخلات مخيطه باش نعدوا حاجات مخطره شويه. انت تحكي في الفوليكم الاعلام مضمون نمشي معاك حتى حد ما يعمل رقابه مسبقه، اما كي نحكيوا في حاجه فيها استثمار وفيها توجيه للراي العام وفيها جيب فلوسك وجيب فاليزتك وادخل، تي احنا تونس بلاتفورم تاع تبييض اموال، تي نكتبوا على بعضنا، تي احنا بالترخيص بسيستم الاجازه وك شفتوا الكوارث اللي صايره. عبد الحكيم بالحاج دفع فلوس في العالم في تونس يا قلت انت بريطانيا دفعت العام في... خلينا نتكلم معاك شكل هاي برشا. اليوم اعطيني شكون يتحكم في قاعده التحرير في تونس؟ ما هو راس المال الفاسد ولا لا؟ انت بدا قلتها كمان، يعني جوش نعملوا فعوض نمشوا نعملوا حل جذري لمشكله هيكليه اللي هي غياب سياسة عمومية للدولة في إطار الإعلام، نمشي ونعمل تنقيحات باش نرضي صديقنا نبيل القروي، باش نسوي وضعيته القانونية في قناة نسمة، ونمشي ومن شيرة أخرى قناة الزيتونة وحنا بعلم تاعنا زاد كحركة نهضة والتشكيلة الإسلاميين في البرلمان نرضوهم، والبقية ما يهمناش. وأسامة الخليفي وقت اللي قال يظهر لي هو مش فاهم فاش قاعد يقول. أنت عندك في قناة نسمة 3 سنين تالي كان يطرد في الناس اللي عندها انخراط في نقابة الصحفيين وفي نقابة الإعلام ديون دو اللي يحكي وحرقوا الحليب، حرق الحليب على الصحفيين ويخايف على من النواب، نحكي جو دي بيان من النواب من السياسيين. خويا عندك 3 سنين عندكم مشروع قانون لتنظيم الاشهار العمومي بالنسبه للسيد المواطن الكريم المشاهد الكريم يتفرج فينا، راهو اليوم فما مشروع لتنظيم الاشهار العمومي، يعني وكاله وطنيه لتنظيم الاشهار العمومي تعطي الاشهار العمومي للمؤسسات الاعلاميه
في إطار شفافية، في إطار احترام تعهداتها تجاه الدولة، في إطار احترام حقوق التشغيل. هذا ما صارش، تعرفش علاش؟ لأنه بالنسبة ليهم اليوم الكونتكست بوليتيك واضح. بديناه الميساج من رئيس الحكومة البارح بطواطو ميساج، اليوم رئيس الحكومة شعمل عمل صفقة سياسية، حما روحه ونسى تجربة ديمقراطية كاملة ممكن تطيح في الماء قدمي على الانتخابات. رانا كمال واللي تحكي فيه راه مش باش يجيك. نسمع في بعض نحبوا اشهار مرسيدس واشهار البي ام، راه ما يجوكش. مش خاطر حليت طيب قناه باش يجوك. لحظه طيب يا كمال، طيب لا لا القضيه انتم لخصتوها غاديك في اطار اقتصادي طيب بحت. طيب احنا مش رفرف. طيب لا نحكي لك، انا على الاقل انا على الاقل يا زميل نحكي لك اللي دافعوا على القانون. نحكي لك مش مساله مش ذاتيه، راهي موضوعيه المساله. بقدر اليوم القانون هذا اذا يعني قلوبكم على الاعلام او يهمكم قطاع الاعلام، علاش ما تمشوش للاصل؟ علاش نجوا الفصل ونركزوا على ثلاث حاجات؟ تركيبه الهيكله، تركيبه الهيئه، نحطوا قاضي لانه القضاء عندنا فيه برشا جماعتنا، صحفيين نخيطوا لهم باش الجماعه اللي ما يشبهوناش ما نحطوهمش. واضح الفكره زيد، ومازال ما اخطا. واضح الفكره زيد خطر والله دقيقه في والله 30 ثانيه كده. في 30 ثانيه تفضل. اللي مازال ما اخطا، حضروا روحكم يا توانسه، انسوا انتخابات نزيه مع الوضع السياسي الحاصل. يضر لي الاولويه اليوم للاطباء اللي يخدموا من غير، والفرمليه واللي يخدموا في السبيطارات من غير سبل الحمايه. الاولويه للناس جاعت، الاولويه للبطاله، الاولويه عندك السي بي جي مسكر اليوم، الاولويه عندك البلوكاج نتاع ليروت. هذه الاولويه اليوم. الاولويه نتاعك رئيس حكومه انت او كائتلاف كرام، بالله لحظه يحب ينحي، هو يفكر يحب ينحي السيستم الرخص. بالله علاش ما نحيتش السيستم الرخص في 200 في 198 نشاط اقتصادي اخر؟ اما النشاط الاقتصادي الاخر زيد ما يمسهمش، خاطر يمسوا ديزانتيريا نتاع عباد اخرين متابعينهم او يبتزوا فيهم. مفهوم زيد. هو فما مشروع كما قال، مشروع اتصال سمعي بصري قائم الذات بفصوله بجزئياته 100 فصل. علاش نجربوا في التنقيحات؟ بلا سمح لي كمان، علاش نجربوا في التنقيحات؟ ثم الحقيقه زاد باينه، علاش مثل هذه التنقيحات لقنوات موجوده بشكل غير قانوني ولا غير مشروع غير شرعي، فلإضفاء مشروعية قانونية عليها هتعملوا تنقيحات ونزربوا ونعديوا بشكل استعجالي على جلسة عامة. يعطيك الصحة، جينا للمسألة الأصلية. كيف ما مشروع متاع قانون رافقناه وناقشناه، كنا نتصوروا أنه مش يوصل، وحتى كان فيه شوية نقاش ما يسالش. الوقع في ظروف غريبة، الحكومة فقدت اهتمامها بمشروعها، حتى وانا ما عنديش تفسير حتى لماذا فقدت الحكومة اهتمامها بمشروعها اللي عنده أولوية العرض على مجلس النواب، وانسحبت وخلت الاخر يتقدم. الاخر تقدم ضد في ظروف سريعه جدا وغريبه جدا. مشارك مش ثم موافد من نقابه الصحفيين مشى وقال لي صحيح قلنا لهم، لكن 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 ما وقعش نقاش حول الثلاثه نقاط نتاع التنقيح. انا اعتقد خليك من مبدا، انا كنت ناقش المبدا مبدا الحريه في حد ذاته، كنت ناقش فيه لانه من حقي من واجبي باش ندافع عن مبدا الحريه. الاستثناء هو انه نستغلت، الاستثناء هو انه نستغلت السينوار. انا عديت كصحافي اكثر من 20 سنه تحت نظام بن علي نعاركوا في مشكله ترخيص او اعلام. كان عاملين فصل 13 عام فيه جمله واحده برك يقول ويسلم وصل في ذلك. تحكي على الصحافه المكتوبه كمال انت كيف نفس السمع البصري يختلف. احنا توجنا البيل فايده هو انه هذا مرسوم قانون مؤقت، يلزمنا قانون نهائي. القانون هذا النهائي مش ممكن يتعمل كم باستشاره العامه، كان نتناقشوا ناس كل من رجال القانون، من الصحفيين، من النقابيين، من المناضلين في المنظمات الوطنيه، ونقدموه. انا هذا المشروع بتاع التنقيح ما يعجبنيش، لكني نستغرب في واحد يقول لك راهو غدوه اذا كان باش نعدوه غدوه باش يصبح عندنا 100 قريه داعشي او باش نشغلوا 1500. ما هو مش صحيح الزوز. هذا تونس بلد صغير جدا والامكانيات معنا بلاي سؤال مباشر، معنا لا خوف على الاعلام من هذه التنقيحات حتى ان مرت؟ حتى ان مرت لا خوف، انا ما اتوقعش، معنا مبالغ فيه الخوف. حتى 10 قنوات ما يجوش جد باهي. اما فقط لا اعتماد تفهم اللي قالت برشا ما فماش قنوات يجي والا لا كمال. أي. والله في كلامك فما تناقض. خلينا نكمل برك وكا بعد بين التناقض. انا نتمنى وارجو مش من باب التمني، حتى التمني مستحيل، اما ارجو انه ما يتعداش مشروع التنقيح ونعاودوا نرجعوا لنقطه الانطلاق ونعاودوا نشوفوا المشروع القديم ونعاودوا كان لازم من استشاره وخل تاخذ وقتها اللي باش تاخذ بتجينا بشوي شهريات نتاع الهيكا زايدين. ماهيش هنا القضيه كما قال زياد، ماهيش اولويه، اما نعملوا قانون حقيقي نهائي. القانون ما يتعملش توا ثلاثه فصول وبعد نصف عام بدلوا ثلاثه فصول اخرى، مش معقول. نعملوا قانون نهائي ونعملوا قانون نتفق عليه الناس كل وخليه يتعدى، لانه في القانون في مشروع التنقيح مثلا حد ما حكى له ثم صمت على كراس الشروط. كيف يجي كراس الشروط باي محتوى؟ باش نحافظوا على الكراس القديم ام باش نعملوا كراس اخر؟ وقت تقول باش نولي بمجرد الاعلام كانك خذيت قناه تلفزيون، بنا تفاصيل وزاره الماليه قانون الاستثمار شعملت فيهم وبقيه التراخيص الاخرى اللي هما
الحد الادنى باش تعمل حاوله تحجيم يلزمك رخصه مع عند حمايه مدنيه، يعني ثم مجموعه كبيره من الرخص الاخرى لازم تحصل لها ولازم تضاف الى ملف كراس الشروط. هذا مكل عليهم صامت، لذلك انا اعتبر هذا المشروع تاع التنقيح هو مشروع متسرع لم تتم دراسته جيدا، لكن في كل الحالات اللي يخوف فينا بالدواعش مش صحيح، واللي يطمع فينا ب 3000 موطن شغل مش صحيح ايضا. واضح. ناخذ معايا ربط مباشر نقيب الصحفيين مهدي جلاسي، معاك كوثر بن دلاله والا به اوكي. ناخذ عضو الهيكل سيدي هشام سنوسي بالهاتف مباشره معنا. اهلا وسهلا بك سي هشام. مرحبا بك بضيوف الكرام. مرحبا بك سي هشام. انت اذا كنت تبعت شوي النقاش بين زياد دبار وبين كمال الشرني تفهم انه بالطبيعه فما نقاش ديمقراطي حضاري راقي في مساله هذا القانون، انه هل هو فعلا تكريس للمبادره في مجال الاعلام ولحريه الاعلام والا هو تهديد لها. كمال توا كان يحكي قال الحقيقه اللي خوف فينا برشا بانه ممكن الدواعش باش يدخلوا من غدوه موش صحيح، واللي زاد يحكي على انه فما امكانيه انه 1500 ولا قداش موطن شغل زاد مش صحيح، والخوف من هذا القانون هو مبالغ فيه انه ممكن يضر الاعلام ويخلق فوضى فيها ويخلق مجال لكثير من اللوبيات الفساد والمال والاعلام. شنو رايك؟ شوف انه خوف مبالغ فيه، لا مش مبالغ فيه نهائيا. ومش في، وانا معاه سي كمال في انه مسألة الدواعش أو مسألة الآلاف من الصحفيين ومسألة أنه الصحفيين يصبحوا يدخلوا في برشا فلوس، هذه وعود ما هي بيدها، وعود الملح وعود الغاز اللي فوق عايمة فوق الأراضي التونسية وغيره، هذه خطاب قاعد يتناسل وقاعد يتفشى في كل المجالات، وأعتقد أنه منتهاه أصبح قريب برشا الخطاب الشعبوي اللي ما عندوش حتى أسس. ولكن الخطورة فين؟ الخطورة وقت اللي تشوف مؤسسات الدولة يتم تطويعها لمشاريع الناس كل تعرف أنه المشاريع هذه وراها مصالح سياسية حزبية شخصية. كلنا نعرفه أنه المشروع متاع كلمة تصريح، نظام التصريح، هو لتطبيع وضعية قناة الزيتونة، لتطبيع وضعية قناة النسمة. وقناة الزيتونة ونسمة للي ما يعرفش هما أصلا لا يمكن تطبيع وضعياتهم باعتبارهم انهم على ملك احزاب. بالله يا سيدي هشام، يا سيدي نفترضوا، نعم. نتجاوز هذه القنوات، يا سيدي نفترضوا هما في العراضه باش ينتفعوا من هذا القانون، نفترضوا. اعطيني المبدا، مبدا التصريح، هاو يقول لك قبل الاستقلال منذ الاستعمار كان هناك مبدا التصريح في قلب الاستعمار، واكثر مؤسسات اعلاميه من تو اللي ولات بالترخيص. لا فقط، شوف نكمل الفكره فقط. اي تفضل. لانه الجانب السياسي تاع المبادره التشريعيه ما لازمش الواحد يسكت عليه. لأنه خطورة أكثر من المبادرة التشريعية هو أنه أجهزة أصبحت تشتغل على مستوى مجلس النواب، على مستوى مؤسسات الدولة، وأنها تفكر وتضيع وقتها في التفكير لتبرير ولتطبيع وضعيات متاع قنوات غير قانونية. أو أتونسيون، راهو ثم الناس راهم ماشيين جايين إلى حد الآن على القطب، راهو شبهات الفساد أحكيتها الحكومة اللي كان سي كمال في حد ذاته موجود فيها. فالحكومة السابقة أحكيت على فساد وأحالت ملفات على النيابة العمومية. كان يفترض مثلا اليوم، أنا شفت مثلا الحوار بينك وبين السيد المشيشي، كان يفترض اليوم السيد المشيشي بدل أنه يعمل الحركة هذه ويسحب القانون لصالح أحزاب على حساب فهمتي الصالح الوطني وعلى حساب فهمتي الصالح العام، كان يفترض أنه يتابع ملفات الفساد، لأنه يعني ثم شبهات مؤكدة في الجانب هذايا، ثم شكون قاعد يهرب في الفلوس راهو مؤكد، ثم تحويل متاع أموال تونسية إلى عملة صعبة بدون الالتزام بالإجراءات، يعني ترقى إلى مستوى الجرائم المالية. هذا من ناحية. من ناحية مثلا نرجع لسؤالك حول أنه التراخيص. أيوة. راهو ما ثماش دولة في العالم انها ما عندهاش اجازات في الجانب هذا. وناكد لك انه القانون الجديد نتاع فرنسا اللي يحكي على الاعلام السمعي البصري ارتقى بمفهوم الاستثناء الثقافي الفرنسي، بمعنى انه القضايا الهويه الفرنسيه لا يمكن انه يتم تطويعها عبر القوانين نتاع الاتحاد الاوروبي. واضح. اليوم ارتقوا به، تعرف مقترحين مصطلح جديد هو السيادة الثقافية. واضح. فأنت إذا تجي في دول بهذا الحجم، بدول كبيرة وعظمى وعندها البواخر العابرة للقارات،
وعندها صواريخ وتقوم بهذا الشكل وتجي أنت تحكي على ديمقراطية مائعة سمحني وتقول نفتح المجال لكل من هب ودب ويعمل يعمل إذاعته أو تلفزته، هذا راه فيه عدم مسؤولية وطنية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى راهو صحيح ما همش باش يجيو لتونس كما قال في كمال، ولكن باش يجيو لتونس هما اللي يحبوا يحولوا تونس إلى مجال حيوي ليهم على شكلة ما وجد في ليبيا. وصلت الفكرة تيشان، وصلت الفكرة تيشان. سمحني فقط نكمل فكرة فقط. أي. اليوم شوفوا القنوات الليبية الموجودة في تركيا واللي تبث من تركيا، وأنتم تعرفوا أنه شنو أهداف هذا المخطط. شكرا. وصلت هشام، شكرا لك هشام سنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري. إذا كان موجود معنا نقيب الصحفيين مباشرة من مقر المجلس، ما معش على وقت يا ما تحضروه يا ما عادش نجم بعد ناخذ ترسيلي في مشكلة معاه، هذه المرة الثانية راه ما مديش تاسي يقول لك شي شاكر كل مرة جينا مشيت عندها ما تصير مشكلة في طريقة الربط. بالله حاولوا حضروا لي الربط مع مهدي الجلاسي. زياد إذا كان عندك تعقيب على اللي قاله كمال. تعقيب لأنه كمال حكى على أساس هو مع الحرية وإحنا ضد الحرية، باش نفسر السادة المشاهد خايفين من الحرية. راه مش الحرية انك سيد تتكلم وتحكي وتعبر على رايك، انت تحكي على الحرية الاقتصادية سادة. راهو حد لا لا حرية الاعلام لا علاقة لي، لا علاقة لي بحرية الاعلام انك تجيب فلوس الله اعلم تمويلها مصدرها منين، ماناش عارفينك شكون، ماناش عارفين مصدرك شكون. انت عارف مصادر القنوات تو منين؟ احنا بالاجازة وبالقانون وبالرقابة وما تعرفش، خلي من غير اجازة تمو نحكي واحنا عندنا دوله ضعيفه. بالله يشوف تحبوا إيه تحلوا البلاد، هذا دليل ضد السياسه. لا بالعكس هوريزون دو بلوس الاجازه او غياب الاجازه هذاك مش تعرفش عليه، تعرفش عليه، تعرفش عليه، لانه الحكومات الكل تعاملت مع الاعلام بانتهازيه. على كلام كمال لا مش صحيح، كلام كمال ماهوش صحيح. الدوله لا الناس بتعرف شكون يحكم في الدوله اليوم يا شاكر، كمال ولا زياد دبار يحكم في الدوله؟ تمو نبي القروي سيف الدين مخلوف ورجل غنوش يحكموا، عندهم الاغلبيه البرلمانيه ويحكموا في رئيس الحكومه. يا الكرة عندكم ما تطيشوا فيها للصحافين علاش؟ علاش حكيت لك راهو سي انيماجينابل سي ابسورد بعد 10 سنين نحكوا على اساس احنا نذكروا بتاريخ. يا كمال تحكي لي انت راهو الترخيص هذاك في اطار وزاره الداخليه. طيب بعتذر لك ولا كان مش وزاره الداخليه زياد، هشام خلينا نخدم عبد القلال ولا يسري الدالي اللي عمل مشروع اليوم تاع البوليس السياسي. زياد زياد عايشك زياد بعد انه الهجمي راهو زياد نحن كيف الصحافيين خاطر زياد سمعتني زياد ما يسالش لحظه بعد اذنك خلينا ناخذ نقيب الصحفيين في رابط مباشر مع زميلتنا كوثر بإجازة. كوثر عايشك لانه فعلا انتهى التوقيت. بالفعل شاكر، حبينا نعرف ردود فعل نقابه الصحفيين. مهدي جلاسي رئيس النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، بعد ما ريت اليوم ردت فعل الكتل في مجلس نواب الشعب داخل المجلس وخارجه، وشنو تنجم تقول نقابه الصحفيين؟ حبينا نقولوا اللي احنا اليوم جينا باش نقدموا موقف كل الصحفيين التونسيين، موقف كل الهياكل المهنيه العامله في قطاع الاعلام، موقفها من مشروع التعديل الذي اقترحته كتله تاديل الكرامة لتعديل مرسوم 116. في الحقيقه احنا جينا باش نقابلوا النواب باش نحكيوا معاهم نعطيهم وجهه نظرنا. معناتها اوريزمون ثم برشا نواب وبرشا كتل متبنيه الموقف نتاعنا وتساعد فينا معناتها، وإحنا نساعدوا فيهم بالطبيعه باش حتى يتم اسقاط هذا التعديل، لان احنا نرفض هذا التعديل كله من جهه، ومن جهه اخرى حبينا نوصلوا رساله الى انه كل الصحفيين موحدين ضد هذا التعديل، انه مش ممكن تناقش مشروع يتعلق بقطاع الاعلام وكل الاطراف المتداخله في قطاع الاعلام معناتها غير راضي عليه وغير مشاركه فيه. هذا ايضا رسالة مهمة حبينا نوصلها. الرسالة الأخرى أنه حبينا نقولوا اللي راهو نواب الشعب هم نواب لكل الشعب، ونواب مسؤولين عن أمانة معينة يجب أداؤها، مش ينحرفوا بالأمانة هذه ويصبحوا نواب لأصحاب القنوات الخارجة على القانون ولا خدام عند التحالف قادة التحالف الحكومي اللي هم عندهم مصلحة مباشرة في التعديل اللي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة وقلب تونس معها. احنا حبينا نقولوا أنه احنا ناس متاع حوار، والكتلة النيابية كلها قابلناها قبل الجلسة متاع اليوم واعطيناهم موقف نقابة الصحفيين. ثم برشا منهم كانوا متفهمين وكانوا معناتها معانا في التوجه اللي توجهنا فيه، وللاسف ثم كتل اخرى معناتها قاعده متمسكه بموقفها. نحن الان في انتظار نتيجه التصويت نشوفوا الامور وين باش تمشي، ومازلنا نتابعوا في الجلسه ومازلنا عند املنا انه يتم اسقاط هذا القانون في الجلسه العامه. السيناريو القادم في صوره ما لم يتم اسقاط القانون هذا ومشروع التنقيح.
هو احنا عبرنا انه باش نتحركوا باش نواصلوا التحرك نتاعنا، المعركه ما توفاش اليوم اذا تم تمرير القانون، باش نواصلوا تحركاتنا النضاليه في نقابه الصحفيين وفي كل المنظمات الشريكه معنا من جهه، ومن جهه اخرى ما زالت برشا وسائل اخرى لمنع هذا القانون من المرور، منها الطعن لدى هيئه دستوريه القوانين في عدم دستوريه القانون هذا، لانه احنا نعتبره انه هو قانون اللي هو تعديل غير دستوري ويتعارض مع مبادئ دستوريه اللي تتعلق باستقلاليه الهيئات الدستوريه وحمايه الهيئات الدستوريه من جهه، وهناك ايضا رئيس الجمهوريه الذي تعهد ايضا اليوم بانه لن يصادق على لن يختم مشروع هذا القانون وسيعيده الى مجلس نواب الشعب. واضح، شكرا جزيلا لك مهدي جلاسي رئيس النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين. نذكر اللي اشغال الجلسه العامه ما زالت متواصله والى حد الان لم يقع النظر في تنقيح المرسوم 116. شكرا لك كوثر مدلاله. ونقول اللي التيار الديمقراطي قال بعد التداول مع كتلتنا النيابيه قررنا التقدم بمبادره تشريعيه تتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري، لن نعيد اختراع العجله وسنودع نفس القانون الذي قدمته الحكومه السابقه والذي استشارت فيه اهل الاختصاص ونقابه الصحفيين. مقترحنا هو بديل جدي لهذا المقترح المعروض الان على الجلسه العامه. دقيقه معك كمال ثم دقيقه نختم بها مع زياد. تفضل. انا اتمنى نمشوا للمشكله الحقيقيه، المشكله الحقيقيه مش في الترخيص وفي الاولى في الاولى في في, في, في الاعلام او في الغاء الترخيص، هذا ما عنده حتى معنى، ومش باش يجينا 3000 ولا حتى 50 ولا حتى 10 مستثمرين في الاعلام، ما ثماش واش يجوا اصلا، نحن مجتمع بتاع 12 مليون ساكن ما نمثلوش سوق تاع استهلاك، اذا مش هنا قضيه. انا بودي لو نتناقشوا هذه المره على تطبيق قانون الشغل والاتفاقيات المشتركه، راهو في وسائل الاعلام الخاصه وزياد اكثر من يعرف انه كان ماشي جاي عليهم باش يدافع عليهم، لانه كل 3-4 اشهر هو عنده فريق صحفي ترد من العمل هكا ولا سي زي. اكيد شكون من اصحاب القنوات التلفزيونيه الخاصه يطبق في القانون تاع الشغل؟ قليل باش نذكركم فقط تخدم بها صديقي وزميلي شكري بصوم يقبلش يقول لي وقت اللي عرفنا يقولنا انت اخرج من غادي باش نجيب واحد اخر يكتب في بلاستيك، كان يسمى فيها الاستقواء بالاجنبي، اصحاب مؤسسات الاعلاميه يستقوا على الصحفيين بالاجانب ويجيب لك موظفين من مهن اخرى ويجيب لك ناس مخليين المهن نتاعهم وماهمش معلنين عند الضرائب وعند السينسيس ويجوا ياخذوا مكان الصحفيين ويستقوا على الاعلام وعلى صحفيين وعلى القانون نفسه نتحدث فيه يستقوا عليه بهذه الطريقة. شكرا لك زياد. نختم معك شكون خطابنا بناء كمال، راهو رؤساء المؤسسات هذوما ما يستقوش بالأجنبي بقدر ما يستقوا بالطبقة السياسية. أنت تحب قلت نمشي لرب الموضوع، لب الموضوع هو كالآتي، غياب سياسة عمومية للإعلام. وقت اللي نقول سياسة عمومية للإعلام مش معناتها 109 متاع النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرام، معناتها البرلمان، الهيئة التعديلية، هيكل المهنة، رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية. اليوم باش نعملوا سياسه عموميه للاعلام وقتاش يخرج رئيس الحكومه في اي وقت في التلفزه مثلا مش على كيف ورئيس الجمهوريه كيف شنو هو ترتيب الاخبار، هذا هو الموضوع. هذا كل تطبيق القانون يا زياد، لا كمال مش تطبيق قانون الشغل. اليوم عندك حكومه ما خايفه ما نشرتش الاتفاقيات، يا شكرا نتعاملوا مع سامحوني كلمه ساده المشاهدين راهي مؤلمه مع ذري صغار، راهو نتعاملوا مع مسؤولين ما عندهمش نكران الذات ما عندهمش وجب التحفظ، نتعاملوا مع مسؤولين يصحح بي في وبعد ينكر يهرب، نتعاملوا مع دولة راهي تتشفى في الصحافي لأنه رفضك العام باش يمشي في 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 أجندة معينة، راهو شيء بعدها شيء بالرسمي سي 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 أبسيرد اليوم اللي قاعدين نعيشوا فيه. بعد نشوفوا في عوضنا نمشوا المشاكل التوانسة الحقيقية. اليوم مشكلة الإعلام مش في الصحفيين، مشكلة الإعلام في تحكم رأس المال الفاسد في قاعة التحرير. إذا أنت عندك تحفظ، عندي 10,000 تحفظ و10 مليون تحفظ كمال. واضح. أما هات خنصلحه اليوم، باش نصلحه مش من المبادرة هذه. المبادرة هذه باش تولي كمال. باش يجيب فلوسك وحل تلفزة، اخدم 6 شهور انتخابات شفناها شاكر في 2011 وفي 2014، والسادة المشاهد ينجم يتذكر، جوجل هو ما يكذبش. حالة تلافز خدمة انتخابات وبعد سكر، حالة إذاعات خدمة انتخابات وسكر. شكرا لك، شكرا زياد دبار، شكرا لكمال الشاني. بالطبيعة بعد شوية تلقاو زميلتي عوض فدالي، نعتذر منها مرة أخرى، ديما ناكلوا لها شوية وقت في مواكبة يومية لنشرة الكورونا كوفيد 19 إن شاء الله متابعة طيبة، وإحنا نتقابلوا غدوة كالعادة في نفس التوقيت. تصبحوا على خير.